الأزمة الروسية الأوكرانية وضعت سوق الطاقة العالمي في حالة تأهب قصوى لاحتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة الروسية من المنتجات النفطية والغاز إلى أوروبا، التي تعاني بالفعل من أزمة في الغاز والكهرباء، وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل. تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، بنحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، وتذهب نصف هذه الصادرات إلى الدول الأوروبية، مما يجعل القارة العجوز هي سوقها الرئيسي والمصدر الرئيسي لإيراداتها. تشكل عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي 43% في المتوسط من إجمالي الإيرادات السنوية للحكومة الروسية بين أعوام 2011 و2020 بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقد سجلت صادرات النفط الخام الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019 26.9% في الوقت الذي سجلت صادرات الغاز الطبيعي 41.1%. وتمثل المنتجات البترولية مثل زيوت التدفئة والبنزين ووقود الديزل 41% من الاستهلاك النهائي للمستخدمين للطاقة في الاتحاد الأوروبي. ظلت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي وزيوت البترول إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، ونتيجة لذلك تقف المصالح المشتركة حاجزا ضد اندلاع حرب بين الغرب وروسيا. ويستبعد الكثير من المحللين حدوث اضطراب كبير في تدفقات النفط من روسيا إلى أوروبا في المرحلة الحالية، نظرا للاعتماد المتبادل بين أوروبا وروسيا على النفط والغاز، حيث أن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية سيأتي بتكلفة باهظة الثمن على الجانبين. ففي حال فرض عقوبات صارمة من أوروبا على صادرات النفط الروسية، ستحرم القارة العجوز من أكبر مورد نفطي لها في وقت تكافح فيه حكوماتها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ الأنشطة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ينضم لي في الاستوديو الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سليمان جوده. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك استاذ سليمان. الغرب، اوروبا، تستطيع ان تتخلى عن الغاز الروسي باي حال من الاحوال، لانه بشكل 40% من الامدادات الواصله اليها من الغاز الطبيعي؟ لا، شوف، يعني لما نتكلم عن يعني موضوع اوكرانيا، طبعا هو الموضوع اللي هو بيفوز بنصيب الاسد في المناقشات وفي التغطيات الايام دي في كل وسائل الإعلام، لأنه موضوع شغل العالم كله، وهو يستحق أن يشغل العالم، لأنه صراع بين قوتين أكبر في العالم، سواء على في الغرب الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أوروبا الغربية وأوروبا بشكل عام، وعلى الجانب الآخر هناك روسيا ورائها أيضا الصين في خلفية المشهد. لكن لما حضرتك تتكلم عن يعني هذا الصراع في محاور كثيره جدا، في محاور سياسيه وفي محاور اقتصاديه وفي صراع على نفوذ وصراع على حدود، ولكن هناك محور من محاوره اسمه الطاقه او الغاز. يعني ما تقدرش تتجاهل ان اوروبا تحصل على 40% من حاجتها من الغاز من روسيا، والغاز ده بيروح لأوروبا عن طريق خط أنابيب يمر في الأراضي الأوكرانية. واللي راحوا أوروبا يعرفوا أنه الغاز ده أو الطاقة لما تنقطع عن أوروبا تموت من البرد في الشتاء، ومفيش لا مصانع تشتغل ولا مطاعم ولا أي حاجة، لأنه شلل طاقة شلل. يعني عصب حياة. فلما أوروبا تبقى عينها على الصراع اللي دائر وعين الأخرى على الغاز، يبقى معها حق، لانه انقطاع الغاز الروسي عن اوروبا معناه ان تموت اوروبا من البرد، وتموت اوروبا من العجز في الطاقه بكل ما للطاقه من معنى في تشغيل اشياء كثيره في حياتنا. نعم. فاللي يلاحظ او اللي يبص في خلف، وده اللي خلاني يمكن كتبت مقال في المصري اليوم عنوانه شيء وراء المشهد، انه المشهد كله الناس مشغولة بأوكرانيا وروسيا وأمريكا في ناحية، ولعبة زي ما بيقولوا إخواننا في لبنان، لعبة عض الأصابع بين الطرفين في انتظار من يقول آه أولا. ف
فاللعبة دي كلها شغالة، لكن في خلفية هذا المشهد بكامله كانت هناك أشياء كده متناثرة تبين لك قد إيه إن موضوع الغاز مهم. منها على سبيل المثال في 8 ديسمبر اللي فات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ماركل لما غادرت دار المستشارية، قبلها زارت عدة دول منها موسكو، وراحت تتباحث مع الرئيس الروسي بوتين، وكان من بين المحاور نقاشها مع الرئيس الروسي، وده معلن في وقتها انه هي بترجوه انه يعني يبقى هو الوقت فيه خط غاز اخر شغالين فيه الاوروبيين والروس علشان ينقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق في الشمال الى المانيا ومنها الى اوروبا. فكان المطلب الالماني على لسان ميركل انه هي بترجو ان يبقى الخط الثاني اللي هو شغال ده اسمه نورد ستريم 2 ما يبقاش بديل للخط الاوكراني اللي هو جايب الغاز من اوروبا من روسيا مارا بالاراضي الاوكرانيه وصولا الى اوروبا. ان الخطين لما يتم يعني دخول الخطين يشتغلوا بالتوازي يبقى الخط الثاني خط موازي ده ما يبقاش بديل ليه. فطبعا لكن الروس او الرئيس الروسي كان بيسمعوا لكلام المستشاره الالمانيه وبينصتوا كل حاجه، لكن في دماغهم فيما يبدو حاجه ثانيه ان هو عايز اولا يعاقب الاوروبيين لانهم من خلال حلف شمال الاطلنطي بيدعو اوكرانيا ان هي تصبح عضو في الحلف، وبالتالي يصبح اوروبا او الحلف يبقى على الحدود مباشره مع مع روسيا، لانه احنا عارفين ان اوكرانيا الاتحاد السوفيتي لما تفكك في 1991 تفكك الى 15 دوله، اوكرانيا واحده منهم. وبالتالي فاوكرانيا احدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهي دولة على حدود مباشرة مع روسيا الاتحادية التي يرأسها بوتين حاليا. فلما هي تدعى إلى أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلنطي وتقبل هذه العضوية وتصبح العضوية سارية، هيصبح هذا الحلف اللي هو خصم سياسي لروسيا على حدود مباشرة. نعم. يعني مش بينه وبينه مثلا 100 كيلو ولا 50، ده الحدود في الحدود. طيب هيسأل حضرتك شخص يا أستاذ سليمان، وماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ ماذا سيقدم هذا من سلبيات إلى روسيا أو يؤثر على روسيا؟ المفترض أن روسيا الاتحادية هي دولة ذات سيادة وتمارس حقات طبيعي كأي دولة، وأوكرانيا كذلك. ماذا لو أتى الناتو إلى هذا؟ أقول لك هي في النهاية لعبة نفوذ سياسي بين حلفين. الحلف القديم اللي هو كان اسمه حلف وارسو ده طبعا انتهى بانهيار الاتحاد السوفيتي، وما تبقى منه الآن هو روسيا الاتحادية وعلى رأسها بوتين اللي هو طامع أو طامح في أن يعيد الأمجاد السوفيتية بتاع زمان، ويبقى هناك حلف شرقي هو بيمثله قدام حلف غربي بتمثله أمريكا وأوروبا. فهذا الصراع على النفوذ التقيا الطرفين على الأراضي الأوكرانية، وفي نوع بقى من التزاحم وتدافع أنه هذه يعني أولا بوتين شايف أن أوكرانيا ديت هي حديقة بيته الخلفية، يعني زي ما كنت قاعد في بيت ودي حديقة البيت تقريبا. نعم. فحديقة بيته الخلفية اللي هي أوكرانيا ديت يجب أن تكون في تقديره هو منطقة إذا جاز التعبير منزوعة السلاح، يعني ما يجيش الغرب يقعد فيها. إنما تصبح أوكرانيا أو تقلع أوكرانيا عن السعي إلى العضوية في حلف شمال الأطلنطي، والغرب أيضا يقلع عن دعوتها إلى أن تصبح عضوا في الحلف. فهذا هو الصراع طول الوقت من أول ما ظهرت حاجة اسمها أوكرانيا أو مشكلة أوكرانيا بين الطرفين. هل صحيح وجهة النظر القائلة بأن بالنسبة لروسيا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا بجورجيا بروسيا البيضاء فروسيا على استعداد حقيقي لشن حرب حقيقية بالمعنى التقليدي، حرب جيوش وحرب معدات عسكرية وجنود؟ والله شوف اللي يقرأ التصريحات اللي هي على لسان الرئيس الروسي بوتين الفترة اللي فاتت وقبل الفترة اللي فاتت حتى هيلاحظ ان هو يعني لديه حنين الى ان يحيي من جديد الامجاد السوفيتيه القديمه. نعم. ولديه ده هو مش حتى بيتكلم عن الاتحاد السوفيتي اللي هو قام من 1917 لما قامت الثوره على القيصر حتى 1991 لما انهار الاتحاد السوفيتي، ده هو بيتجاوز ده ويقول لك بيتكلم عن روسيا القديمه، الاتحاد السوفيتي القديم او روسيا القديمه، روسيا القيصريه اللي هي قبل الاتحاد السوفيتي بكل امبراطورياتها وعظمتها. نعم. فهو يعني يجلس على في الكريملين مقر الحكم في موسكو وفي داخله حنين الى ان يعيد الامجاد الروسيه القديمه القيصريه قبل حتى الاتحاد السوفيتي،
وبالتالي فهو يعني في حد طموحاته في حدها الأدنى هو أن الجمهوريات السوفيتية السابقة اللي هي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يجب أن يبتعد عنها الغرب وأن يتوقف عن السعي إلى أنه يدعوها لتنضم إليه سواء من في حلف شمال الأطلنطي أو حتى في الاتحاد الأوروبي. ده حتى ده في دول من دول الاتحاد السوفيتي السابق أصبحت عضو في الاتحاد الأوروبي، فديت يعني بقت دول غربية علنا تشكل شوكة أو غصة في حلقة يعني بوتين وروسيا، شوكة في ظهر الروس، والروس طبعا لا يتحملوا ده لأنه هناك يعني الصراع تاريخي. نعم. وإحنا عارفينه منذ الحرب الباردة والحرب العالمية الثانية والصراع التقليدي القديم بين الاتحاد السوفيتي من جانب والولايات المتحدة من جانب، حتى مع انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت روسيا تعتبر نفسها وريثة الاتحاد السوفيتي، وبوتين يعتبر نفسه وريث الاتحاد السوفيتي القديم. نعم. ويعتبر نفسه أنه مدعو أنه العناية اللي هي تكلفه أو أرسلته حتى يعيد ما كان قائما أيام الاتحاد السوفيتي. فده على هذه الخلفية أو على هذه الأرضية تقدر تفهم أنه الروس لا يقبلوا بشكل من الأشكال أنه الأمريكان والأوروبيين الغربيين يتواجدوا على حدودهم مباشرة، سواء بقى في أوكرانيا أو في جورجيا أو في روسيا البيضاء أو غيرها، وإنه هذا الصراع طول الوقت يعني على هذه المناطق الحدودية أو الجمهوريات السوفيتية السابقة. لكن في خلفية المشهد زي ما قلت لحضرتك من شوية إنه هناك صراع طاقة في الأساس. نعم. لأنه تكتشف مثلا الكلام اللي يتقال ومنشور ده إنه في يناير اللي فات أوروبا واردات أوروبا من الغاز الطبيعي زادت 11 مليار متر مكعب، نصف هذه الكمية جاء من أمريكا، فده معناه أنك أنت يعني أمريكا مستفيدة اقتصاديا أن هي لما يتوقف الغاز الروسي أو مش توقف حتى تقلل من تدفقه إلى الأوروبيين، هذا يعني مصلحة مباشرة، فده مصلحة مباشرة. لا، ولذلك تلاحظ حاجتين. أنه لما راح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في زيارة إلى واشنطن كان الرئيس الأمريكي بايدن يدعوه إلى أنه يعني يجهز نفسه لأنه يمد أوروبا بالغاز المساعد في حالة ما حصل عجز في الغاز الروسي. نمرة اثنين، لما راح المستشار الروسي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز اللي واجه بعد ميركل راح أيضا في زيارة إلى أمريكا، كان هنا الكلام متركز بينه وبين الرئيس الأمريكي على أنه الألمان يجب أن يعني يفرملوا موضوع الخط نورد ستريم 2 ده، وإذا قدروا يوقفوه يبقى أحسن. وطبعا الألمان ما لهمش مزاج في الحكاية دي لأنه لديهم مصلحة اقتصادية مباشرة في أن الخط يتعمل. يعني هم بين نارين، يعني بين نارين، استمرار المصلحة المباشرة لألمانيا في أن الغاز يمر من خلالها، مصلحة أوروبا ككل والتي بينها أيضا جزء وانتمائهم بالطبيعي إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. فالألمان طبعا في النص يعني تتنازعهم المصلحتان ما بين عين على الروس وعين على الأمريكان، إنما هما في النهاية المصلحة الاقتصادية غالبا. هتلاحظ أن الأوروبيين أو الأمريكان بيقول لك إنها لو حصل حرب أو بدا هم لن يرسلوا قوات إلى أوكرانيا، وإنما هناك عقوبات جاهزة، هم جاهزين عقوبات على الروس، وعقوبات طبعا ديت منها عقوبات على بوتين شخصيا، وحتى وزير الخارجية الروسي قال إنه العقوبات إذا وصلت إلى الرئيس الروسي فهذه مسألة فيها تجاوز لما هو مسموح به، يعني لأنه أما توصل العقوبات على الرئيس الروسي هتبقى المسائل وصلت لسقف الذروة يعني. طيب أستاذ سليمان، يبدو أنه الغرب أو تحديدا الولايات المتحدة عملت جيدا على هذا الملف لسنوات، لأنه العلاقة دائما كانت دافئة للغاية ما بين دولة صغيرة اللي هي أوكرانيا وما بين الولايات المتحدة، محاولات حتى تدخل تحت نطاق الحرب الثقافية عندما أخذت أوكرانيا قرار رسمي بوقف التعامل رسميا باللغة الروسية، بل ومنع التحدث بها في داخل المؤسسات الرسمية وما إلى ذلك، رغم أن اللغة الروسية كانت على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية حتى في الشوارع وما بين الناس في المقاهي وما إلى ذلك، لكن يبدو أن تم الإعداد لهذا الأمر منذ فترة. برأي حضرتك كانت روسيا منتبهة إلى هذا الموضوع، إلى هذه الترتيبات؟ لأنه البعض يعني لا يمكن أن تكون كل ما يحدث الآن وكل هذه الزوبعة
وليد يوم أو اثنين أو أسبوع أو شهر أو اثنين من الترتيبات لدخول أوكرانيا؟ لا طبعا، يعني ما جاتش بين يوم وليلة، ده نتيجة شغل وعمل طويل على مدى طويل. لكن حتى على فكرة هتلاحظ أن الأوكرانيين نفسهم منقسمين، يعني مثلا في ما هو بوتين ضم إقليم القرم سنة 2014 اللي هو جزء من الأوكرانيين، والأمريكان أيامها هددوا وعقوباته بتاعه، وانتهى الأمر أنه أصبح القرم الآن يتبع روسيا. هناك يعني إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، يعني على حدود الروسية المباشرة، في خضم أو في غمرة هذه الأحداث الحاصلة، البرلمان الروسي وافق أو اعترف بانفصالهما أو باستقلالهما عن أوكرانيا، وأرسل اعترافه إلى بوتين عشان يوقعه. فطول الوقت في يعني أوكرانيا كمساحة يعني أرض ملعب للعب بين الطرفين، هي مفعول بها أكثر من فاعل حتى في الأزمة التي تحمل اسمها. يعني معرفش قريت مين اللي كاتب لعنة الجغرافيا، إنه يعني لعنة الجغرافيا أصابت هذه البلد، لأنه سوء حظها أوقعها إن هي تبقى أرض كلا الطرفين راغب في إنه يستولي عليها ويستحوذ عليها لنفسه، وهي يعني لا حول لها ولا قوة، وهي كل ما تريده أن تكون دولة مستقلة زي أي دولة في العالم. لكن أنه هناك في اقتراح أن تبقى دولة محايدة زي فنلندا، ولا أرض مدولة يعني أرض. لكن الروس يعني من خلال اللي دقوه من الأمريكان أيام الحرب الباردة بينهم بتاع، لا يريدون بديلا عن أن تكون أوكرانيا دولة تتبع الفلك الروسي أو تدور في فلك روسيا، أو على أقل تقدير لا تتبع الحلف الغربي في هذا الموضوع. إنما يعني على فكرة من الأشياء اللي اتقالت في خضم أو في غمرة الأحداث، إن السفير الأوكراني في بريطانيا قال من أيام إنه أوكرانيا أو بلاده قد تفيد الاحتمال، قد تفكر في إن هي تتوقف عن السعي إلى أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلنطي. ده يعني يومها لما تقال الكلام ده اعتبر كأنه بادرة إلى حل، أو أنه هيخلط الأزمة تتنفس الصعداء زي ما بيقولوا، وأنه يبقى أو بداية ربما الحل الوسط، يعني بداية نوع من الحل، حالة كما يقال في موضوع في الأزمة. لكن الغرب لا يزال يشكك في النوايا الروسية، رغم أنه في كلام حتى تقال زي ما احنا تابعنا أن الروس بدأوا يسحبوا بعض وحداتهم من على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب وعلى رأس أمريكا يشكك في هذه الأخبار ويقول أنه المعلومات، طبعا واضح أنه عنده معلومات استخباراتية في الموضوع عن أنه يعني لا تزال هناك نوايا روسية لغزو أوكرانيا، وأنه هذا الغزو يمكن أن يحدث في أي وقت خلال هذا الشهر، خلال فبراير. طبعا يعني احنا شفنا أنه الرئيس الأمريكي كان حدد أنه يوم 16 اللي هو يوم الأربعاء اللي فات سوف تغزو روسيا أوكرانيا، وقال حدد اليوم. فطبعا يعني وقال لك أنه هو لديه معلومات عن هذا المحتمى، ما حصلش يوم 16 الغزو ولا حاجة، إنما أعتقد أنه ده كان برضو من لعبة الحرب النفسية بين الطرفين، أنه هو يعني لما يجي يوم 16 والروس لا يغزونا أوكرانيا، فيبدو ذلك أن روسيا في موقف أصعب أو هي في الموقف الأضعف، ويبدو كمان أن الأمريكان في موقف أقوى، أنه هو قدر يعني بعد أن أشاع يعني هذا الخبر الافتراضي قدر يمنع حربا كانت على وشك أن تقوم، أو قدر يمنع غزوا كان على وشك أن يحدث. فهي كلها، وفي النهاية طبعا هناك جانب داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه إذا نجح بايدن في أن يوقف الغزو الروسي لأوكرانيا، فهو طبعا هيكسب قدام الناخب عنده في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فالأزمة يعني من التعقيد أنك أنت تجد لها عشرات الأبعاد وعشرات المحاور وعشرات الأرضيات اللي بتدور عليها، وفي النهاية هناك مساحة قد كده، أوكرانيا دي كلها 40 مليون مواطن ومساكين، يعني في النهاية وجدوا أنفسهم بين شقي الراحة زي بيقولوا، ما بين الروس يريدون أن الغزو وما بين الأمريكان يريدون أن يدفعوا بقوتهم وبعتادهم لتصبح أوكرانيا أرضا أوروبية غربية أمريكية صرف. في معقل البحث عن حل، البعض ربما بيرى أنه ثم التشابه ما بين ما يحدث الآن في الأزمة الأوكرانية، وهو يعني قياس مع فارق طبعا، وبين ما حدث في الستينات في أزمة خليج الخنازير أو أزمة الصواريخ الكوبية،
الولايات المتحدة والتصعيد مع روسيا وحشود عسكرية وحرب، والعالم كله يترقب من سيطلق الطلقة الأولى وكيف ستشتعل هذه الحرب العالمية الجديدة لحد كبير. وانتهى الموضوع، حتى تم هذا ما تم تداوله سينمائيا، انتهى الموضوع بأنه اتفقوا على ألا يتفقوا رسميا، ولكن كان هناك اتفاق ضمني بأن تسحب أو تعلن روسيا أنها ماضية في اتجاهها ورأيها، لا هي فعلا لكن أن تسحب سحبت صواريخها من لكن لكنها أن تسحبها بذريعة أخرى حتى لا يعني يكون هناك، بس هي في شبه كبير على فكرة. يعني ده حصل، هل يمكن أن تحل هذه الأزمة بنفس طريقة حل مثلا أزمة صواريخ الكوبية؟ يعني ما أنا هقول لك، يعني شوف دي حصلت سنة 1962 ولما الأمريكا الروس أو الاتحاد السوفيتي يعني نشروا بطاريات الصواريخ، نشروا بطاريات صواريخهم في كوبا. كوبا دي دولة كانت يسار، دولة شيوعية تبع الاتحاد السوفيتي، ولكن وقتها كان رئيس جون كينيدي الرئيس الأمريكي اعتبر ان ده تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي، وكادت ان تقع حرب نووية بين الطرفين، لانه مع ملاحظة هنا في فرق مهم جدا، انه كوبا اللي كان فيها الصواريخ السوفيتية بينها وبين فلوريدا الجنوب الأمريكي 90 ميل، يعني حوالي 140 كيلو متر. أوكرانيا بينها وبين روسيا ما فيش، لا الحدود مباشرة. نعم. يعني هنا يدي الحق للرئيس الروسي فيما يفعله، لأنه أنت ممكن يقول لك طب أنتوا كأمريكان أنتوا لم تقبلوا أن الاتحاد السوفيتي يبقى موجود في كوبا سنة 1962، لماذا رغم المسافة رغم ما بين كوبا وبين الجنوب الأمريكي 140 كيلو متر. نعم. وفي نفس الوقت تقبلوا لنفسكم ان كنتم او تعترضوا على رغبة الروس في ان كنتم تبتعدوا عن حدودهم مساحة اوكرانيا اللي هي دولة صغيرة مش كبيرة. فهذه المقارنة صحيحة وتعطي الحق للروس فيما يفعلونه الان، وتجعلهم ان هم لديهم منطق فيما يطلبونه، لانه اذا كنتم كامريكان لم تقبلوا ده في سنة 62 فنحن أدعى إلى أن احنا لا نقبل ما يحدث الآن في أوكرانيا. يعني أي مقارنة بين ما حدث في 62 ما يسمى بأزمة خليج الخنازير وبين الأزمة الأوكرانية الآن تجعل الحق في الجانب الروسي، وتجعله يعني مسلحا بنوع من المنطق والمعقولية في أنه يعني ما لم تقبلوه لأنفسكم على أنفسكم سنة 62 عليكم أيضا ألا تقبلوه بالنسبة لنا في 2022. تصورات حضرتك لحالة الموقف بشكل حقيقي، كيف يمكن أن تتحرك هذه الأزمة الآن باتجاه الحل؟ لأنه بالتأكيد لا يريد أحد، أعتقد حتى لا الروس ولا الأمريكان يريدون يعني حرب. يعني في تصريحات من الرئيس الروسي نفسه بيقول لك أنه أي مواجهة لن يخرج منها طرف منتصر، يعني الاثنين هيبقوا خسرانين، وبالتالي هو حريص. يعني هو ما فيش حد بيخش الحرب وهو عايز يخسر، فما بالك ان هو عارف انه يخسر قبل ما يدخلها. فهو يعني دي تصريحاته مذاعه علنا، فاعتقد ان هو حريص على الا يقع صدام، لكنه في نفس الوقت حريص على ان يخرج منها بشيء من المكاسب، واقل هذه المكاسب هو ان تبقى اوكرانيا بعيده عن حلف شمال الاطلنطي. واعتقد انه في النهايه من الممكن ان يتفق الطرفين على تجميد سعي أوكرانيا إلى الحلف، وبهذا تنتهي المشكلة. تجميد بشكل دائم أو تجميد؟ تجميد يعني، وبعدين بعد كده يستمر يبقى دائم، لما هو كل ما يريده الآن أو حتى ده يعني من شدة عدم ثقة الرئيس الروسي في الأمريكان والغرب أنه بيطلب الضمانات مكتوبة مش شفوية. ونمرة اثنين أنه هو لما كل ما يطلبه أنه هو إذا كنت أنتم بتدعوا أوكرانيا لأن هي تبقى عضو في حلف شمال الأطلنطي، فكل ما أطلبه هو ألا أن تتوقف هذه الدعوة أولا من ناحيتكم، نمرة اثنين يتوقف السعي الأوكراني إلى الحلف، نمرة اثنين، ونمرة ثلاثة أنه كنت يبقى في ضمانات أمنية من الجانب من الغرب بالنسبة للأمن الروسي، وهو بيرى أنه ده حق طبيعي له كخصم سياسي كبير منافس للغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. في الغاز وفي قلب هذه الأزمة وأيضا ربما أكيد في قلب الحل، هل ممكن أن توقف روسيا بشكل واضح إمدادات الغاز عبر الخط الذي يمر من خلال أوكرانيا إلى أوروبا؟ هي هددت بكده على فكرة قبل الأزمة ديت، لكن خلي بالك موضوع الغاز زي البترول بيبقى المصلحة للبائع والشاري في نفس الوقت. يعني
إذا كان الشاري هنا اللي هو أوروبا في حاجة إلى الغاز، فالبائع الروس أيضا في حاجة إلى عائد هذا البيع، فالطرفين حريصين على أنه ده يتم. لكن في نفس الوقت هذا لا يمنع أنه الغاز يتحول إلى ورقة سياسية على المائدة، والورقة السياسية دي في النهاية بتحاول تصل إلى مواقف يعني وسط، بحيث أنه الغاز لا يتوقف في النهاية، لكن يخرج الطرف الروسي أو الدب الروسي كما يقال، وهو حاصل على الحد الأدنى من المكاسب التي يسعى إليها منذ البداية. الأزمة وعلى مداها الزمني الذي مررنا به، تتوقع ذلك النهاية تكون قريبة أم لسه ربما مستمرين؟ لا واضح، يعني من الواضح أنه هي مستمرة، لكن إلى متى بقى دي هتتوقف على مدى مرونة كل طرف في أن يعني يتقدم خطوة تجاه الطرف الآخر. وهنا هنظل نتابع في طبعا يعني العالم معلق الآن في يعني ما فيش أزمة مسيطرة على العقل العالم في الوقت الحاضر إلا هذه الأزمة الأوكرانية، وهو أزمة يعني عن حق مش عن بطل، لأنها أزمة تتصل بالعالم كله، وتتصل زي ما أشرت لحضرتك من البداية بموضوع الطاقة، الطاقة اللي هي عصب الحياة بالنسبة للعالم كله وبالنسبة لأوروبا بشكل خاص إذا اتصل أو تعلق الأمر بالغاز الروسي على وجه التحديد. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الكاتب الصحفي الاستاذ سليمان جوده. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. وتستمر الأزمة الأوكرانية في الاحتلام، ونستمر معها في خانة المتابعة. إلى موجز الأم وآخر الأنباء مع زميلي خالد عاشور، ومن بعد من القاهرة مستمرة مع حضراتكم فقط.